اليومين دول بقى الجو بيبرد جدا، خصوصا في البيت لما يكون مفيش شمس. وطبعا الشتاء معروف انه بيحب ايه ياسمين؟ الاكل طبعا. ايوه الاكل طبعا بيحب طبعا الاكل يعني. قوي. وناس كتير بتعاني. الصيف والله بيحب الاكل يعني بقى. والله ابغى اقوله في الصيف كمان بس استحي يعني، يعني شتاء وصيف مش أقول شكلي لكن. على الهوا مش ما يصحش برضه. فناس كتير بتعاني طبعا من ان في الشتاء بناكل كتير عشان الجسم بيكون هنقول كده يعني بيكون محتاج سعرات حراريه كتير، وده طبعا بيؤدي لزياده في الوزن. الكلام ده مش عايزين نسمعه خالص بس للاسف هو ده الحقيقي. ونبتدي بقى نهزر ونقعد نقول لما جينا نقيس اللبس الصيفي، اللبس الصيفي صغر علينا الحقيقه، احنا اللي كبرنا عليه بس هو. بس محرجه اقول كده يعني. برضه بس استحي. برضه استحي. فايه بقى؟ يعني عايزين نعرف بقى مع بعض ايه الوجبات الخفيفه والمشروبات اللي ممكن ناخدها في الشتاء من وقت للتاني وفي نفس الوقت ما تاثرش على الوزن. خلف انت بتكذب يا خلف. خلف انت بتكذب يا خلف. انا اصلا عايزه خفيفه ايه؟ انا بقى عايزه اضحك. ساندوتشات ونوتيلا. هي وجبات طول الليل يعني لا تتوقف يعني. بالظبط. طب خلينا بقى نعرف مع بعض من دكتور يهام عز الدين اخصائيه التغذيه العلاجيه. صباح الورد عليك يا دكتور. احنا اسفين يا دكتور كاننا ما قلناش حاجه. خفيفه طبعا. صباح الورد عليك يا دكتور. خلينا نتفق ان احنا في الشتاء وكل الدكاتره بيقولوا مبدئيا عكس الكلام اللي بيتقال. احنا بنقول دايما ان الشتاء بيزود في الوزن. الوزن الشتاء مش بيزود في الوزن، هو الشتاء مساعد قوي جدا ان احنا نقل في وزننا. الله. طب ازاي ازاي وكلنا بنتخن في الشتاء وانتوا بتظلموا الشتاء معانا؟ يعني في مثلا 3 4 كيلو دول بتوع الشتاء وبعدين بننزلهم تاني في الصيف لو قدرنا يعني. ده موضوع متعارف عليه يا دكتور يعني. ولا تفتكري ده سوء حظ ولا ايه؟ بيحصل فيه ايه؟ بيبقى فيه جو برد. تمام. هو ده اللي بيخلي الناس كلها عندها نهم وانها بتدور على الاكل. فخلينا نتفق ان الشتاء يعني برد. طب انا عايزه ادفي نفسي عشان احس ان انا مش سقعان او مش زهقان. خلينا نتفق برضو ان احنا هنقسم الاكل اللي بيدخل جسم الانسان نوعين، في اكلات وفي مشروبات. خلينا نتكلم عن المشروبات اللي هتديني تدفئه عاليه جدا اسرع بكتير من الاكل. فالمشروبات محدش ولا حرج بقى عليها. عندكم القرفه، عندكم حمص الشام. طب حلو، حمص الشام ده مشروبات؟ ده في اكل؟ في اكل. احنا يعني اوكي هنملى كوبايه حمص بس نقدر ناخد 3 معالق حمص ونعتبرها سناك. طبعا يعني حمص الشام، عندك قرفه، عندك عندك ممكن ناخد سحلب بس احنا نعمله بقى يعني بطريقه معينه وناخد مش كوبايه، مش مج سحلب، احنا هناخد كوبايه صغيره من السحلب. لا ما ينفعش يا دكتور بقى، معلش السحلب لازم يبقى قد كده. شب ومكسرات وحاجات. ده كان قصب باين. ما ينفعش يعني كده قصب. قصب برضه بس يعني سحلب بس اوكي. كاكاو. الله. طب ما الكاكاو ممكن ناخده بس الكاكاو هيبقى كاكاو خام ونحط عليه حليب خالي الدسم عشان نبقى احنا خدناه برضو بشكل كويس، ونحط عليه مكسرات. يعني كل دي حاجات واي نوت ان احنا نقدر نعملها. طب احنا بقى في حاجه تانية، احنا رايحين على التلاجة طبعا طول الليل رايح جاي. انا بتكلم على نفسي، جبت سيره سلمى. لا انا جاي معاكي تاخديني بيه. انا هاجي معاكي. احنا عايزين نطمن بقى يا دكتور الاكلات الخفيفه او الاكلات او ايه اللي نبعد عنه بقى بالليل يعني نشوفه في التلاجة ما نقربش منه. طب احنا لازم اذا عرف السبب بطل العجل. طب ما نعرف احنا ليه بندور على التلاجة بالليل عشان برضو نرجع لنفس النقطه. انا عايز انا زهقانه او انا عايزه اتدفى. انا لو عايزه اتدفى فانا محتاجه اكلات تاخد من جسمي طاقه كبيره عشان تدفيني وتاخد مجهود من جسمي. بس يا دكتور ممكن اكون في يعني سبب ثالث، ممكن اكون جعانه فعلا. مثلا هو انا جعانه ليه؟ انا جعانه عشان زهقانه ولا جعانه عشان جعانه فعلا ريالتي؟ يعني في حقيقه في الجوع دوت. هل الجوع ده حقيقي ولا جوع ده فيك؟ لو جوع حقيقي ممكن يبقى هاكل حاجه هاي بروتين علشان جسمي يبذل فيها مجهود كبير فيديني تدفئه عاليه. طب لو انا جعانه عشان انا زهقانه فانا ممكن اخد سناكس كتيره منها البوب كورن، ممكن اخد واحده بطاطا عليها مكسرات. ثواني بقى عشان موضوع البوب كورن ده عليه يعني مشاكل كتيره. هل البوب كورن بيخسس فعلا وبينفش؟ لا هو مفيش حاجه في الاكل بتخسس ولا في حاجه في الاكل بتتخن. وانا اقول برضه المشكله فين؟ هي الكميات حاجه لو هاخد منها كميه كبيره هتزودني في الوزن. سعرات اكتر من اللي جسمي محتاجها تزودني في الوزن. حلاوه البوب كورن ان هو كميته ممكن اخد كميه صغيره تديني احساس بالشبع عالي. تمام. ونستبعد عنها، وما فيهاش كمان ايه، وما فيهاش كمان دهون ولا فيها كربوهيدرات بسيطه، نشويات بسيطه، فتديني احساس بالشبع لفتره طويله وهتسليني وانا قاعده، وابقى اخدت كميه كبيره لان البوب كورن حجم البوب كورن كبير وانا حاسه ان انا بتسلى. الفشار طبعا.
فاحنا في بس انا لو بتكلم على الاكل، انا بتكلم على الاكل ان احنا لازم الاول ناخد وجبه تاخد من جسمي مجهود جامد في الهضم عشان تبذل لي طاقه في جسمي فتديني احساس بالتدفئه. وناخد هنا بالنا كمان ان احنا في الشتاء اللي بيخلينا ناكل احساسنا بالخمود، الخمود ده ناقص فيتامين د، فاحنا لازم برضو ندور احنا فين، ليه عندنا ناقص فيتامين د؟ احنا ما بنتعرضش للشمس مع ان الجو جميل وما بننزلش الصبح وبنلبس ليرز كتير، فبالتالي فيتامين دي عندنا بيقع. طب يعني احنا نركز على اكلات ايه بالليل كده، يعني المختصر المفيد نركز؟ المختصر المفيد نبتديها بالمشروبات. انا دايما بشوف ان احنا شتاء يعني مشروبات مش اكل. انت بتحبي المشروبات؟ عايزين ناكل يا دكتور. يعني عايزين ناكل مثلا على الاكل، مش مهم المشروبات، احنا هنتصرف. بروتين نباتي، بروتين حيواني، بس انا شايفه ان احنا ناكل حاجه فيها نسبه بروتينات عاليه جدا، زي شوربه العدس. ممكن ناخد بولة شوربه عدس، ممكن ناخد حاجات فيها الياف عاليه زي ما كنت بقول البطاطا بشويه مكسرات، ممكن ناخد بيض بالليل، ممكن ناخد ممكن نعمل شاورما او فاهيتا فيها شويه خضار وناكلهم بالشوكه. اي حاجات دافيه يا جماعه. اوكي شاورما، اوكي شاورما وفاهيتا. في امل دوت، ما احنا من شويه كنا بنقول هوت شوكليت، بس طريقه الهوت شوكليت هي اللي هتختلف معانا كتير في يعني احنا مش هنحرم نفسنا. انا ضد في مبدا الحرمان، انا اخد الحاجه بالطريقه المناسبه اللي جسمي هتديله الحاجه اللي هو محتاجها، مش انا اقول انا جعان وانا ما اكونش جعان، انا زهقان اصلا. هي المايند سيت بتاعنا لازم نفكر في انا جعانه ولا زهقانه. طب لو جعانه هاكل اكل يديني الاحساس بالتدفئه وفعلا انا جعانه، لكن مش هروح بقى يعني اخد بقى سناكس اي كلام، اخد ايه شويه بطاطس محمره معلقتين رز، لا ده سكه ثانيه، لا ده انا الاقي نفسي بجوع اكتر وما شبعتش. ده الساده المشاهدين يعني زعلوا قوي يا دكتور دلوقتي. ليه زعلوا؟ بس قلنا هوت شوكليت وقلنا البطاطس المحمره دي مقدسه مقدسه دي مقدسه. بس الهوت شوكليت اكيد بتاع دكتور ريهام مش زي الهوت شوكليت اللي في دماغنا. انا لو قلت لها طريقه الهوت شوكليت اللي انا بعملها هسمع تي 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 عادي جدا. الخط اتقفل على طول. كاكاو خام، حليب خالي الدسم، مكسرات عليه. بنشكرك يعني جدا، بنشكرك يا دكتور ريهام عز الدين اخصائيه التغذيه العلاجيه. ما جابتش سيره النيوتيلا ولا تشوكليت. نوتيلا ايه في الهوت شوكليت؟ بتقول لي كاكاو خام يعني. حتى مش نسبي. يعني ماشي. انت عارفه الهوت شوكليت دي انا بعملها بايه؟ ايه؟ ويبنج كريم بقى وسكر وحقيقي. دي تودي الاسم يعني. دي كارثه. شويه انواع، مش هقول للبراندز عشان الاعلانات. بحط جواها بقى شويه شوكليتس كده معينه. طب دي كده ممكن حاجات تقرمش وحاجات تقرمش يعني ناكلها. لا ما دي بقى وجنبها ساندوتش. جنبها ساندوتش بس يعني في. طب بس انا حاسه بصراحه ان ده افتراء يعني بصراحه. ده كتير شويه مني. ليه ده يعني. حلو اصل كل ده وجنبه ساندوتش يا بنتي. العمر يعني لحظه. يجي لنا تخم. العمر لحظه يا جماعه. العمر وجبه. العمر وجبه. ايه الوجبه دي؟ وبعدين على العنايه المركزه بالظبط يعني انسداد في الشرايين على طول. ساندوتش طيب.